المهم البنات، كنبداو معكم على بركة الله. بعد ما طحنا البصلة والمكور والفلفلة الرومية في الميكسور، كنديرهم كيتشحروا مع الزيت الرومية وشو المعيقة ديال الزبدة والقوام. القوام كاين البزار والكمون والحرقوم ديال العبار والملح، هادشي اللي كاين. ايوا كنخليو كيتشحروا، ومن بعد كنضيفو خيزو محكوك. هذا هو الكراميل وأزايز المعلب اللي استعملناه في الحشوة. كنقطعوه على أطراف صغار وكنزيدوه في الحشوة، كنخليوه يتشحر واحد شوية ونحيدوه من فوق البوطة، نخليوه حتى يبرد ونعمرو بيهم الخبيزات اللي عجناهم من قبل وخليناهم يخمرو. كنبداو نقرصوهم غير بشوية، عاد نبداو نعمرو بيهم، نعمرو البطبوط ديالنا ونخليهم يخمروا واحد شوية. بعد ما خمر لنا البطبوط كنهزوه كنقرصوه، كنقرصوه غير شوية، كنطيبوه مره مره. كتزيدوا الزيت اللي بغا، اللي ما بغاش اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط معمر. كنتمنى يعجبكم، ما تدخلوش علينا بتعاليقكم وارائكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. شكرا.